تعتبر الرياضة من الأساسيات المهمة في حياتنا، ولكن الكثير منا يغفل ممارسة هذه الرياضة لأن فائدتها على الجسم تأخذ وقت طويل. للحديث عن أهمية الرياضة وممارستها في حياتنا اليومية معنا المدرب كاظم حميشي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا رب. سهلا فيك. يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. بداية مثل ما ذكرت مها، الرياضة أهمية كتير كبيرة للجسم. نحكي عن فوائد الرياضة للجسم قبل ما نحكي عن تفاصيل الرياضة وأنواعها. طبعا الرياضة معروفة لأي شخص ضروري، وبالأخص بحياتنا هلا اللي عايشينها، تعرفوا الضغوط والمشاكل كلها بتأثر على الجسم، فأي إنسان بيلعب رياضة بيطلع من كتير أجواء. يعني هلا معروف طبيا أنه اللي بيلعب رياضة مثلا في عنا عصب بالعضلة موصول بنقطة بالدماغ اسمها منطقة السعادة. فأي شخص بيلعب رياضة بس يخلص التمرين بتحسي أنه صار عنده سعادة بدون ما يعرف ليش، فهي شغلة كتير كويسة. يعني بالنسبة للرياضة هلأ عنا كتير، الرياضة كتير إلى أنواع، وإلى مثلا في عنا صالات رياضية، فينو أي شخص يمارس الرياضة، فينو يطلع مشي مثلا، فهي شغلات كتير يعني بترجع للشخص. مثلا إذا كان عنده بدني لازم يتبع نظام غذائي. هلا قبل ما نحكي عن هيدا المواضيع، يعني مثل ما ذكرت حضرتك في إلها من ناحية النفسية، بس كمان الناحية الصحية إلها فوائد الرياضة. شو هي الفوائد الصحية للرياضة؟ هي الحالة النفسية بس كانت كويسة عند الإنسان، بيتحسن أداء القلب، بيتحسن أداء الغدد، المعدة، الكبد، البنكرياس، حتى المفاصل، حتى العضلات، الأربطة، كلها بترجع على الجسم بالخير. يعني معروف هاي الشغلة عن الرياضة، شغلة كتير كويسة، بس بيضل عنا انه يعرفوا يعني الآلية كيف يلتزموا بالرياضة. يعني مثلا اغلب الناس بيروحوا على الصالة بيلعبوا 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 لحتى يتعبوا او يفرطوا. تاني يوم بيصير عندهم تعضيل، بينفرز عندهم حمض اسمه حمض اللاكتيك، هيدا الحمض كتير مؤذي اذا زاد عن حده الطبيعي بالجسم. فهي الحالة اغلب الناس عم بتوصل لها. يعني ففي طريقة كتير حلوة وبسيطة ان أوصل له الحمض هيدا وخلي العضلة تعضل. حلو. في كتير من الشباب يلجأوا لرياضة الحديد أو رفع الأثقال، وهي فينا نعتبرها من الرياضات الساكنة، فائدتها على الجسم إلى نفس الفائدة ممكن تعود عليهم لما بيمارسوا رياضة فيها حركة أكثر، مثلا جري أو مشي؟ لا، هلأ هي الرياضة كويسة إذا لعبت بأصولها. يعني مثلا عندهم بالأسبوع حركات هوائية، احتراق هوائي، الاحتراق الهوائي لجسم كتير مهم، بس اغلب لاعبينا بيدخلوا على الصاله ما بيطلعوا منها. لعبتنا نحن اسمها احتراق لا هوائي، الاحتراق اللا هوائي ما بيعطي الجسم حاجته من الطاقه، تمام؟ فانا اذا مثلا اذا بدي العب حديد ولا بد، في طريقه انا كل اسبوع بعمل درس رياضي احتراق هوائي اسمه او ايروبيك، هيدي بتغذي الجسم وبتعطي طاقه كثير كويسه. نحكي عن انواع الرياضه كل واحد وشو فائدته. هلا الرياضه، هلا الاحتراق الهوائي اذا بدنا نسميه الايروبيك، يعني بالهواء الطلق حصرا، هذا بيكون لجسم سليم ما عنده وزن، ممكن يحافظ ويعمل جسم كتير حلو سليم ونظامي. الجسم البدين له طريقه. هلا في ناس، هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام، في ناس مع وجع ظهر، في ناس مع وجع رقبه، هلا بتعرفي الكمبيوتر خرب بيوت العالم من وراء القاعده الطويله. صحيح. فنحن لازم نحافظ مثلا على عضلات الرقبة اللي بتحمل الراس، لازم نحافظ على عضلات الظهر، هاي شغلات كتير مهمة عندنا وكتير شغلة لازم الإنسان هلا يراعيها. هلا كثير بتركزوا باثناء التدريب الرياضي، تدريب الحركات الرياضيه، على حركات جود مورنينج، حركات الصباحيه، حركات نحكي الصباحية. عنها شوي واهميتها. هيدي حكينا فيها بمقابله ماضيه. حركه الجود مورنينج هي حركه الاوروبيين اخترعوها الصبح لانه نسبة الكبيرة من الناس مع وجع ظهر، فصاروا يعتمدوا على هالحركة ان يقووا عضلات الظهر، العضلة اللي بجنب الفقرات اللي بتنضرب اكثر شيء عند الانسان، فهالعضلة لما بتقوى بتشيل عبء كبير عن الجسم وبيرتاح كتير الجسم. يعني بيرتاح من كتير مشاكل، من آلام، من شيء بيقول نملة اجري اليمين او اليسار. يعني اغلب الناس لما بفيقوا الصبح ما عين وجع ظهر، فهي الحركة كتير شغلة مهمة واعتمدوها وكتير دارجة عندنا. يعني هي حركات بتعتمد على يعني نشرح عنها اكثر لهذه الحركات، ليونه الجسم بتعتمد على اني انا، يعني اهم شيء بجسم الانسان الاربطه والعضلات. هلا الاربطه بتوصل العضلات بين بعضها، فانا لما بقوي هالاربطه وهالعضلات بحمي المفاصل. وجسم الانسان اذا ما كان سليم ما بيقدر يقوم ولا باي حركه، فلحتى يكون سليم في شغلات كتير بسيطه.
نحن بزماننا هذا هلا بنصح كل الناس بالحد الادنى يطلعوا نص ساعه مشي يوميا، يعني بيوفروا كثير، بيعملوا الاحتراق النظامي للجسم، احتراق داخل العضله، بنشطوا الجسم الى حد ما. هذا لاي شخص كان مشغول يعني ممكن يعملها. هل ممكن تكون بديل عن رياضه يعني المشي او الرقص او هلا كل جسم له حالته. هلا قلت لك انا اذا كان الجسم سليم نص ساعه بتكفيك كافي له. اذا عنده بدانه في عده طرق، خلال شهر بياخذ نتيجه بيحلم فيها. اذا كان في بدانه في نظام اكل بسيط كثير كثير كثير، ويعني اذا التزم فيه من خلال جمعه بيبين عليه خلال شهر انه بيرتاح، بعدين بيرجع على الشيء الخفيف. ممكن نكثف له شويه تمارين بعدين بيرجع بشكل خفيف على الرياضه. دائما في مفاهيم خاطئه بيعتقدوها الناس بالرياضه انه بدهم فتره طويله حتى يستفاد الجسم، خاصه للاشخاص البدينين. يعني اول ما بنلاحظ ما بينزل الوزن فورا، بيقولوا مثل ما بيقولوا بياخذ الجسم شكل معين ما بينزل الوزن. نحن هون بدنا نصحح هيدي المفاهيم بالنسبه للمشاهدين. طبعا بالمطلق هالكلام غلط اكيد. هلا اي جسم بدين فيني انا هلا احكي كلمه كثير بسيطه، بيوم واحد ثاني يوم تماما فينه ياخذ نتيجه، بزين حاله اليوم، بيعمل مجهود رياضي ما اقل من نص ساعه، بياكل اكل ما يكون فيه طاقه، يعني زيوت، سمنه، دهنه، زبده، صفار بيت، يوم واحد وثاني يوم تماما رح ينحف بين النص كيلو للكيلو ونص. هي انطلاقه حلوه وحتى حيحس بالسعاده كمان. فما بالك على مدار شهر قديش بياخذ شيء حلو، قديش بيريح مفصله، قديش بيرتاح قلبه، يعني بتتغير حياته كلها متى ما بلش البدين. شغلة كتير كويسة لإله. قديه مهم الموازنة بين الرياضة والغذاء بنفس الوقت؟ والله هذا موضوع كتير 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 مهم. نحن بزمن صار الأكل منكهات وأنواع أكل، ويعني كتير فيه أكل، وجسم الإنسان الله خلقه بطريقة أن يعني ما في داعي يأكل حجم اللي بده يشتغل فيه. فبتشوفي عنا يعني مثال، الجسم الإنسان بحاجة كل كيلو بجسمه مثلاً لواحد غرام بروتين، يعني وجبة وجبتين باليوم أو ثلاث وجبات خفاف يكفوا للجسم ليقوم بكامل وظائفه. عندنا ما شاء الله بياكلوا أكل غد اللي عنده شغل بالأرض أو بشي مجهود عضلي كبير، هالأكل هيدا أكيد بده يعمل مشاكل بالجسم. في بعض الرياضات بينصح أنه مثلاً الشخص يزيد من أكله، مثل رياضة الحديد، ويعني هيدا الرياضات اللي بتأدي لأنه الشخص بده يزيد وزنه وبالمقابل ما يصرف من الطاقة الموجودة بجسمه. مزبوط الحكي. هلأ هيدا كلام شوي له خصوصية، لاعبين الحديد بيزيدوا نسبة البروتين إلى حد ما لحتى تكبر العضلة. أغلب اللاعبين هلا عنا للأسف صاروا عم ياخذوا منشطات هرمون، طبعا حكينا عنها كثير وحاربناها وكثير هلا انأذت ناس، ما بدنا ندخل بهالمجال. فاللي عم ياخذ منشطات بحاجة لنسبة كبيرة من البروتين. إذا ما أخذ بروتين رح يأثر عليه كثير، طبعا هي أضرارها بالمطلق محتومة. يعني اللي بده ياخذ هيدا الهرمون اذا ما بين عليه هلا اضراره اكيد فيما بعد بالمطلق بده ياكل حسابه. بالنسبه لرياضه الحديد حصرا اذا تم ممارستها من قبل النساء ممكن تؤدي لنحافه الجسم؟ اوه تمام طبعا. هلا هي نفس العضله، هلا الرجل والمراه نفس العضله، بس الفرق بيناتهم انه الرجل عم يبني عضله، نظام الاكل مختلف، الاوزان مختلفه والاعداد مختلفه. تمام. المراه نفس العضله بتتحرك بس بوزن خفيف وبتكرارات بناسب جسمها. كل جسم له تكرار. هلا ليش لعبتنا اسمها احتراق لا هوائي؟ مثلا ممنوع رفع جهد القلب داخل الصاله هلا حاليا. انا بلعب مجموعات لاي جسم خلال شهر بياخذ نتيجه، يعني من خلال عم بنشوفه مثل اذا بيحلم فيها، يعني بيتفاجئوا خلال شهر واحد. الالعاب الرياضيه الخاصه ببناء الاجسام هل هي مفيده كرياضه للجسم؟ يعني فينا نقول انه نحن عم نلعب رياضه مفيده للجسم او لبناء الشكل الخارجي فقط؟ هلا هي اساس لاي لعبه في العالم، رياضه بناء الاجسام السليمه النظاميه اذا لعبوها. عندنا هلا ما عاد سليمه، يعني بيجي اللاعب بيدخل على النادي ما في احماء، ابر ابر، هرمون، عم بيعمل عضلات، ما في لياقه، ما في قوه. هذا ما فيني اسميه لاعب بناء اجسام، حتى ما فيني اسميه لاعب رياضي. لعبة بناء الأجسام إذا لعبت بأصولها يعد لاعب بناء الأجسام من ألين رجل في العالم كليوني. عندك مثلا بصير التوسيع للأوعية الدموية، ما عاد بيعاني من مشاكل بكبره، يعني في لها كثير ميزات كويسة. رياضة بناء الأجسام السليمة عندنا هون ما عم يلعبوا 10% منها.
ذكرت أثناء ممارسة الرياضة ممكن الشخص يصير عنده نوع من التعديل، نحن لحتى نفك هيدا التعديل كيف ممكن نمارس الرياضة كمان أو لا له طريقة ثانية؟ خلينا نصلح على هالعبارة معلش. هيك هلا أغلب الناس بيحكوا إنه والله إذا ما عضلت ما بتستفاد. طبعا هاي المقولة غلط. أنا في طريقة مثلا كتير بسيطة، هلا هو حمض اللاكتيك أو حمض اللبن، الحمض اللي بيعدل العضلة، هو موجود بالأساس بالعضلة بنسب بسيطة عند أي إنسان. لما الانسان بيقوم باي مجهود رياضي رح ينفرز هالحمض بطريقه يعني غير عاديه، رح يزيد نسبته بالعضله. طبعا هو نتيجته احتراق الكلوكوجين بالعضله من دون اكسجين، فبيرفع نسبه حمض اللاكتيك، وهو مهم مثل ما قلنا. بس اذا زادت نسبته ممكن ياثر على القلب، ممكن يعمل كثير مشاكل. واذا عضلت العضله، طبعا انا ما في داعي اعضل، بس اذا عضلت العضله وحركتها اجباري عنها العضله، رح يصير شيء اسمه عندي تمزق عضلي. انا بالغنى عن كل هالامور هيدي، بكل بساطه انا بدخل على النادي بدل ما العب ساعه بلعب اول يوم ربع ساعه، ثاني يوم نص ساعه، ثالث يوم ثلاث ارباع الساعه، تعضيل صفر. الا اذا حس شيء اسمه اختلاج عضلي، يعني شيء بسيط جدا، هيدا للرجل الخمول تماما. فالتعضيل حرام انا برايي. التحميه قد ايه مهمه لبدايه الرياضه سليمه؟ هي اساس اي شيء. يعني اذا عم تقولي واحد راي على الفحص وما معه قلم، الاحماء هو اساس لاي لعبه في العالم، فهي اساس لاي شيء. يعني انا اذا بدي العب اي عضله وما كانت ساخنه وجايب عليها الدم وجاهزه للتمرين، اكيد رح يصير فيها اذيه. هذا ما بيؤدي للتعديل، يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه اذا الشخص مثلا قام بعمليه الاحماء ولعب رياضه مثلا لاول مره ما بيؤدي للتعديل؟ لا، إذا لعب نظامي ما بيؤدي للتعديل. قلت لك أنا ربع ساعة أول يوم بينفرز الحمض بكمية بسيطة، ثاني يوم بلعب نص ساعة بتطلع شوي كمية الحمض، بس بيصير يمشي مع الدم. يعني ما عاد بقى. هلا هو إذا بدي شبه لك حمض اللاكتيك، هو يعني مشان هيك توصل مادة بتنفرز حوالين العضلة وبيمسكها للعضلة تماما، ما بيخليها تاخذ راحتها. فأنا إذا حركتها إجباري عنها للعضلة رح يصير فيها تمزق، وبالغنى عن هالشغلة هيدي. يعني بكل بساطة أنا بدخل على النادي ثلاثة أيام بلعب مثل اللي صار له شهرين ثلاثة ثالث يوم طبعا، من دون ما يصير عندي أي تعديل، فما في داعي للتعديل نهائيا. وعم نحارب صار لنا فترة لهالظاهرة هيدي. خلينا نحكي شوي بنصائح للسيد الحامل اللي حابة تعمل رياضة، ونحن بنلاحظ أنه الحامل دائما عنده وجع بالرجلين وجع بالظهر، الحركات المفيدة لإله والأوقات اللي لازم هي تعمل رياضة فيهم. هلا الحامل عنده حاله غير الحاله الطبيعيه، يعني بده بلش وزنه يزيد، بده يصير عبء على المفصل، بصير تعب على القلب. اذا كانت ملتزمه مع طبيبه او دكتورتها والتزمت بنظام غذائي معين، بصير عندها نسب شهريه يزيد فيها وزنها، هيك وزن بضل عندها. الحركات الرياضيه مهمه كثير كثير لإلها، الحركات الرياضيه بضل جسمها لين، بتضل عم تصرف المواد الزائده من ناحيه الدسم، الاكل الزايد يعني عن جسمها، وهيك بتوصل للولاده بتكون بجسم سليم وبوزن مثالي. هي شغله كثير مهمه، وهيك ما بيتاثر جسمها ولا باي شيء. في اشخاص بنلاحظ انه في اماكن يعني بتكون فيها دهون اكثر من اماكن ثانيه، هل ممكن التركيز بانواع رياضه معينه على هيدي الاماكن وتنحيفها لحتى تكون جسم متناسق؟ لا طبعا، اكيد نحن همنا بالرياضه انه نوصل لجسم متناسق. فاغلب الناس عم بيكون عندها الدهن، هلا الجسم ذكي، وتركيب الدهن بجسم الانسان مو من فراغ جاي، يعني هو منعمه من رب العالمين. انا لما باكل اكل وبيكون في شيء زايد عن حده، الكبد بيقوم بتخزين هالمواد الزائده بمنطقه قريبه عليه، على الخصر على الارداف، منشان هيدي طبعا اسمها نعمه، منشان لما انا مثلا صار معي طارئ، صدمه، عمليه، ما قدرت اكل، ببلش الجسم يستقلب هالمواد هدول. فاللي ما عم يستقلبين رح يزيدوا عنده. هلا انا شو بعمل؟ بعمل عمليه عكسيه، هالمواد هدول اسمهم طاقه، طاقه لازم انا اصرفها، فماني عم بصرفها لهالطاقه، بدها تتخزن وتزيد وتعمل مشاكل، حتى بتوصل على القلب، بتسكر الشرايين، بتعمل مشاكل كثير. فبحركه رياضيه معينه، واهم شيء بقطع الامداد عن هالطاقه، يعني باكل الاكل اللي بيغذي وبترك الاكل اللي بنصح، اللي هو الدسم، مقالي، فلافل، هالشغلات المقليه يعني. بتركها لمده شهر، خلال اسبوع ببلش يبين على الجسم تماما. يعني اي لاعب، نصيحه شوفي ما ابسطها، اي لاعب او لاعبه ياخذ محيط خصره بالسانتي، يقطع الزيت والدسم واتباعهم هالمشاكل هيدي كلها، يقطعها يومين ثلاثه بس مع حركه رياضيه بسيطه يوميا، ويزين وزنه، قصدي ياخذ القياس، شوفي بينزل ما يقارب الاربع خمسه سم. يعني بدل ما يحطوا على التلفزيونات حبوب وبيجيبوا متر وبيعملوا دعايات كثير عن هالموضوع هيدا،
ما في داعي كل هالحبوب اللي بياخذوها، دسم يومين ثلاثه بيفرخ البطن حوالي 3-4 سم. احيانا عم بيكون في نزول بقياس الخصر ولكن ما في نزول بالوزن، ليش؟ هون الجسم بيكون عم يرمم نفسه. في ناس بتكون قاطعه الاكل، عاملين ريم. هلا اغلب الناس دارج ببلدنا، ناموا بلا عشاء، خففوا اكل. طيب هذا الجسم بحاجه لنسب غذائيه كثير مهمه، في احماض امينيه مهمه للبشره، للنظر، للشعر. ما بصير انا اقطع اكل، فهدول اللي عم بيقطعوا اكل كثير بصير عندي المشاكل. اللي بيكون اكله سليم ونظامي وبتصير عنده هي الحاله اللي عم تحكي عنها، بيكون جسمه عم يترمم. في محلات ثانيه عم تتغذى بروتين، عم تاخذ شكل، وعم ينحف الدهن. هلا بنلاحظ بعد فتره من الرياضه ممكن الشخص يفقد وزنه، مثل ما ذكرت مقاسه يصير اصغر، ولكن بيوصل لمرحله انه الجسم ما عاد يفقد وزن، بيسموه يمكن الجسم بصير يعند، بصير الجسم عنيد، ما عاد يفقد وزن على الرياضه. هيدا السبب هلا نحكي في عن شيء اسمه جسم بيعند بس لفتره. يعني ما في انه والله يعند دائما، ممكن يعند. هلا اكثر جسم صار معنا مثلا لحد 33 يوم بالضبط، هذا اكثر جسم عند انه كثير. بس لا، اي جسم في العالم بيلتزم بنظام اكل، بمجهود رياضي يومي، خلال شهر قلبه، ضغطه، السكر. هلا السكر مثلا مثال، يعني شوفي للبساطه، اغلب الناس بعد سن معين عم بيعانوا من السكر، هي سببها قله الحركه. يعني بالمطلق بعد ال40 سنه اغلب الناس عندهم كذا مرض، ضغط، سكر، هالامور. بكل بساطه نظم رياضه بسيطه يوميه نص ساعه، اكل شوي يكون يناسب جسمك. يعني انت كل عن قد طاقتك. طيب انت لا عم تطلع على ارض ولا عم تشتغل شيء، ليش هالاكل هيدا كله؟ فبيرتاح من كثير شغلات، ومرضى السكري بيعرفوا علاجهم هو الرياضه. صحيح. غالبا الناس اللي عم بيكونوا يعني بدهم ينحفوا حالهم، الغالبيه هدول بتكون اخطاء شائعه، يمكن عندهم مثل مثلا لف النايلون على الخصر او الساونا، بيجامات الساونا، هدول القصص، او البلاستيك، او هالقصص هيدي. شو بتنصحهم؟ نصيحه كثير كويسه هيدي. هلا في جسم الانسان بيفرز حمض، هالحمض كثير قوي. انا لما بحط نايلون على الجلد بيتفاعل هيدا الحمض مع النايلون، والنايلون فيه مواد سامه كثير. فاغلب اللي حطوا نايلون صار معين بالجلد، مثل الاكزيما او حساسيه جلديه، حتى وصلوا للسرطانات الجلديه. فانا ماني مضطر شيل من جسمي. لما انا بحط نايلون، مشان تعرف الناس، عم روح سوائل من جسمي. انا جسمي بدي روح منه دهن. في طريقه لذوبان الدهن بجسم الانسان رح احكيها، مشان ما حدا يغلط بهالاختراعات وشي ساونا وشي هالقصص هيدي كلياتها. طريقة ذوبان دهن الدهن بجسم الإنسان شغلة بسيطة وطبية وكتير مهمة. أنا بدخل على الصالة، بيطلع ضغط القلب، بتزيد عدد دقات القلب، بتطلع حرارة الجسم، بتبلش الدورة الدموية بشكل أسرع من الطبيعي. هلأ الجسم معروف هو بيحمل المواد الغذائية من فيتامينات، من أكسجين، من أحماض أمينية، بياخدها على العضلة. من العضلة بياخد نتائج الاحتراق وبياخد الدهون، الدم. الدم عم بيدور بالجسم، بده يمر على شيء اسمه الكلية، بتفلتر بالكلية. هالمواد السامة هيدي اللي بجسم الإنسان من بيناتهم الدهون تتفلتر بالكلية. بيطلع الدهن عن طريق البول عند الإنسان حصرا، غير هيك حكي فاضي. هلأ بالعرق أو هالأمور هيدي كلها أملاح ومي، في نسبة بسيطة أنا ما فيني أعتمد عليها. هلأ بدك دليل على كلامي؟ بكل بساطة، أي جسم ما عم يلعب رياضة، ما نوع عم يلعب رياضة، فجأة يركض مثلا شي نص ساعة، فورا البولي بتصير عنده صفرة، دليل أنه فقد من وزنه دهون. هذا موضوع كتير مهم. أما شي ساونا وشي بيلفوا نايلون ما في داعي، حرام، بيعاقبوا حاله. بيفقدوا إيه؟ بيفقدوا سوائل من جسم. جسم الإنسان بس قلة السوائل عنده بيقل كتير عنده حركات، يعني بصير عنده قلة مروي، يعني ببلش يطلع بأمراض هو بالغنى عنه. إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بيعانوا من النحافة وحابين يزيد وزنهم، بيتبعوا أسلوب رياضة معين ومن بعده بياكلوا أغذية، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني ياكلوا شوكولا مثلا أو شيء فيه دسم بعد الرياضة؟ هلا إذا أنا بدي يزيد وزني عن طريق شوكولا ودسم، حيكون كلياته دهون بالجسم. فيني يزيد وزني أنا بطريقة كتير بسيطة، في نظام أكل كتير بسيط بيعتمد على تمرين الرياضة، وأنا شو بصرف أثناء التمرين وشو لازم أخذ قبل التمرين. خلال شهر إذا التزموا بهالنظام بسيط كتير، هو فيني أحكي بين 4-5 كيلو من دون أي حبوب ولا أي شيء. يعني مثلا على السريع بياخذ قبل بنص ساعة صحن رز مسلوق صغير فقط لا غير. ليش؟ لأنه هذا بيتفكك بسرعة بالجسم. بعد التمرين بنص ساعة بياخذ كمان صحن رز صغير،
هذا الحكي طبعا خلال النهار بيحاول ياكل كل 3 ساعات وجبه لو كانت صغيره، خلال شهر بزيد 4 5 6 كيلو. حتى هدول اللي بيعانوا من سوء امتصاص او مشاكل، لان الرياضه بتنشط الاستقلاب. يعني انا اذا بدي اكل بالبيت من دون الرياضه لو زاد وزني ما حيكون حلو، بده يجي بطن او دهون. او الرياضه مع نظام اكل بسيط خلال شهر بياخذ شيء كثير حلو. قد ايه مهم الشخص يكون متابع للرياضه، يعني اللي بده يبلشها مدرب مختص بانواع الغذاء، مختص بالرياضه وكيفيه ممارستها لاي شخص يعني حابب طبعا هي شغله مهمه، كان يزيد وزنه او ينقص وزنه طبعا. هلا انا هلا كرياضه، هلا عندنا اذا بدك تحكي بشكل دقيق كثير، مثلا اجى لاعب او لاعبه على الصاله معه ربو مثلا، طيب هذا ممكن تجي حالة ربو بالنادي، لذلك صاحب النادي لازم يكون ملم بهالمعلومات. يعني مثلا لازم يكون معه بخاخ الربو إذا أجيته نوبي لا سمح الله، اللي معه وجع ظهر لازم يعرف يتعامل معه، اللي معه ضغط لازم يعرف. فهي حالات كتير مهمة عند اللاعب، يعني مو كل الناس سليمين أنه بدك تعطيهم الكل نفس الحركة. كل شخص جسمه حالته الصحية وضعه الصحي بيلعب دور كتير بموضوع الأكل والتمرين. دائما بيقولوا برياضة المشي انه بتحرك عضلة الساق وهيدي العضلة ممكن تكبر، يعني هيدي الرياضة ما بتفيد بتنزيل الوزن، انت شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلا كمان شوي من اعطيه السؤال حقه. هلا اذا كان واحد عنده وزن كثير وطلع يمشي عم بيعمل عبء على مفصله الركبة والساق، الساق رح تكبر عنده. فاذا عنده وزن كبير وبده ينزل وزنه وحب يمشي، نحن هلا ما في دكتور ولا شخص في العالم ضد المشي، المشي بينوصف لأي شخص. طبعا هو ما بيكفي أكيد، بس نحن إذا قلنا مشي هلا بحديثنا، الفكرة من الحديث أنه أغلب الناس ما عم يتحركوا، عم نقلين بس مشوا لا تروحوا على الصالة. فهالنص المشي بتنشط له استقلابه شوي، بيصير شوية احتراق بجسمه إلى حد ما بطول عمره شوي، لأن صدقوني قلة الحركة موت بطيء للإنسان. الحركة كتير مهمة للجسم. في بعض السيدات بتقول مثلا انه انا والله بكفيني اعمال المنزل، هيدي رياضة لحالها، شو رأيك بهالحكي؟ اعمال المنزل عند الاطباء سموها عتالة. يعني شو يعني عتالة؟ هلا عتالة المرفأ لو بيستفاد بالرياضة من حركته كان صار شغلة، بينما بيوصل لمرحلة بينهار بتراجع. شغل البيت عتالة مانو منظم، يعني ما بكفي اكيد. ست البيت بدها حركة منتظمة بتاخد شيء كتير حلو بيكون سليم أكتر لجسمه. نحكي عن الرياضة ومثلا إمتى الأوقات المناسبة لها، قبل الطعام بعد الطعام، كيف يعني ممكن الشخص ينظم الرياضة الصحية اللي ما إلها علاقة لا بالتنحيف ولا بالنصح؟ حلو. هلا لجسم سليم بنام نظامي بفيق نظامي، لأن هذا الحديث بيعتمد أو في شيء اسمه بجسم هرمون الأدرينالين. هذا كتير مهم إلى جسم سليم. عم بحلا ما فينا نحكي واحد سهر للساعة 6 الصبح واجي قل له الرياضة كويسة الصبح لإلك، ما بتزبط. فإذا كان جسم سليم أكيد على معدة خاوي الصبح بيكون الجسم نشيط كتير، ما بينزل دم على المعدة لحتى يهضم أو هالحركات هاي ما بتعذب الجسم، فبيلعب تمرين كتير بيكون مرتاح فيه ومبسوط جدا على معدة خاوي. اما هذول اللي عندهم حياه مختلفه بيناموا بيتاخروا بالنوم او هيك، فينا ننصحهم انه بعد الاكل اقل شيء 3 ساعات 4 ساعات التمرين. ما بصير انا اكل والعب رياضه. صحيح. بالنسبه لشرب المياه اثناء التمرين الرياضي، هل هو مفيد ام مضر؟ شرب المياه هو من الشغلات المهمه كثير بحياتنا، هو مهم قبل التمرين او مع التمرين وبعد التمرين. اي نقص بالمي ما بقى بيقوم الجسم بوظائفه. يعني عندك مثلا انا عم نزل وزن، طيب غرام الدهن بجسم الانسان لحتى يدوب مثال هيدا انه بده 7 غرامات مي. فتخيلي انا والله عم بلعب رياضه والله ممنوع اشرب مي، بسمع كثير انا من اللاعبين انه والله لا تشربوا مي. ما المي هي اساس اي شيء، وفي نسبه كثير حلوه بين الكره الارضيه وجسم الانسان، 67% مي بالكره الارضيه حتى بجسم الانسان. فاي نقص انا برايي بتعمل خلل كبير. احيانا في ناس بتروح بتعمل رياضه بتنبسط انه انا تعرقت زياده، هل التعرق هو شيء منيح او لا؟ هلا التعرق دليل على انه بذل طاقه او عمل رياضه، بس مو هو الاساس. هلا في ناس بلا ما تتحرك بتعرق، مو معناتها لعبوا رياضه. تمام. فاي جسم بيعمل رياضه اكيد جسمه فقد طاقه، تنشط اداؤه، صار في ترويه دمويه احسن لجسم الانسان، فاي شغله كمان كويسه. خلينا نحكي شوي بموضوع بهم السيدات اللي هو موضوع البطن عند السيدة. نحن كيف فينا نعطي للسيدة نصائح انه تخفف بطنها اذا ما حابة تروح على النادي مثلا بالبيت؟ شغلة كويسة كمان. هلا في ناس عندهم وسع بالبطن، وسع بالمعدة، وفي ناس عندهم دهن فوق عضلة المعدة. هلا هي الى حالي وهيدي حالي. هلا
عندك وسع المعدة هو سببه أغلب الناس بياكلوا وقعة واحدة باليوم. اللي بياكلوا وجبة واحدة باليوم بتضطر المعدة إنه توسع. هيدي ما بيكون في دهن فوق العضلة. شو بيعملوا هذول اللي عندهم وسع بالمعدة؟ بكل بساطة بدل الوجبة الوحدة بياكلوا ثلاث أربع وجبات بتكون صغيرة، فالمعدة بتضب إلى حد ما. الدهن اللي فوق العضلة بكل بساطة قلناها دائما بنقولها وبنكررها لأنه شغلة مهمة كثير، وهي بتنظم الجسم على كل الأصعدة. دسم لمدة شهر لأي جسم مهما كان، شهر واحد طبعا النتائج يومية، نتائج يومية وملموسة. لمدة شهر بلا دسم راح البطن. هلا اذا بدنا نحكي شوي ايضا عن موضوع الكثير من السيدات بيتبعوا حميه مع الرياضه اللي هي الخبز الاسمر، بيلغوا من حياتهم الخبز الابيض بيتناولوا الخبز الاسمر، انت شو رايك بهذا الموضوع؟ ممكن يساعدهم على التنحيف؟ هلا بنحط النقاط على الحروف. الخبز الاسمر هو خاله الحنطه، خاله الحنطه هي بروتين فبغذي وكويس. الخبز الابيض معروف هو الطحين، الطحين يعني كربوهيدرات فيه من الطاقه ما تعادل 4 حريرات. طاقة الخبز تنصرف بجسم الإنسان، ما أنا كتير صعبة مثل الزيت، الزيت مثلاً 9 حريرة. فأنا إذا بدي أعمل نظام بدل ما أني أقطع الخبز، لا بقطع الزيت، يعني ليش لحتى أنا أجي على شيء ما هو عدوي بالحياة خليني أسمي. فبدل ما أنا ما أقطع الخبز بقطع الزيت، والخبز ما في مشكلة. طبعاً الخبز الأسمر بغذي أكثر، يعني نسبة غذائه أعلى. بس الزيت يعني عم بيكون موجود بكل أكلاتنا، يعني إن كان بالطبخ إن كان بالأكلات العادية الفطور العشاء، يعني موجود بكل الوجبات. مزبوط. وابتعدت مثل ما ذكرت زميلتنا هلأ أنه ابتعدت الناس عن السمن، يعني ما عاد عم بيكون موجود بالطبخ، دائما موجود البديل السهل. هلأ نحن عم نحكي لنعالج شيء، وحدة وزنها 100 كيلو ما فينك تقليلها الأكل الموجود. طيب عندها هيدي المخلوقة عندها نسبة من الزيت عالية كتير، طيب أول شيء بصرف لها يا أنا برجع على الزيت. يعني هو الزيت ما انه دائما. هلا اللي عنده بدانيه، لا شو 100 كيلو رقم ما يعني حرام على مفصله على قلبه على كل حياة يعني كل شيء بجسمه. تماما صحيح. فانا بوقف الزيت شهر بصرفه المخزن، يعني ما عم بصرفه. هلا جسم ذكي، انسان ذكي شو بيعمل؟ بيعمل مثل يعني بيوازن بين الدخل والخرج بجسمه. انا شو عم بصرف طاقه باليوم؟ باكل على قده. عندنا للاسف الاكل طيب، ما حدا عم ياكل مثل ما عم يصرف، اصلا ما حدا عم يتحرك. صحيح. بيجوا بهالاكل الفاست فود، هاي الوجبات السريعه كلها مؤذيه. هلا شو امراض العصر؟ انا براهنك امراض العصر قلب، شرايين، سكري. السكري هيدي محتومه عندي. شو سببها؟ سببها اكل زايد وحركه صفر. صحيح. فاي انسان يتحرك لو منظم اكله بياخذ نتيجه، مع الاكل بشهر بياخذ شيء كثير حلو. إذا بدنا نحكي أيضا بالنسبة للسيدات، السيدة بعد الولادة بنلاحظ أيضا إنه بتعاني من منطقة الأرداف، من منطقة البطن، بتعرف من فترة الولادة بتكون زاد وزنها. نحن هون أيمت السيدة فينا تبدأ بالرياضة، والرياضات لازم تبدأ فيها، وبعد الولادة أيمت الفترة الزمنية لازم تبلش؟ هلا هي هيدي بيرجع حسب الولادة، إذا كانت قيصرية الأطباء حصرا انه الجرح يكون يعني مضي عليه 6 شهور. طبعا بهالزمن هيدا انا ممكن العب حركات خاصه بس ما فيني اقرب على البطن بهالزمن هيدا. هلا اذا كانت الولاده طبيعيه خلال 20 يوم فينا ترجع تلعب نظامي وحركات سليمه مع نظام اكل سليم. فاذا ايضا بدنا نجي لموضوع الاطفال، كثير بنلاحظ الامهات بيلعبوا اولادهم الصغار رياضه بالايدين بالرجلين، هيدا الشيء بيفيدهم بيفيد عضلاتهم او لا؟ طبعا الطفل المطلوب هو اذا بدك تجي للصراحه كمان نعمه من رب العالمين ما بيهدف، دائما عم يتحرك. وهي الحركه هي اللي بتؤدي لطول العظم لانه يطلع قامه او خامه حلوه. فالحركه كثير مهمه اكيد، واذا بيقدروا يلعبوا اولادهم فشغله كويسه. احيانا في سيدات بنلاحظ انه المطمطه يعني بتشوفها مثلا بتمسك ايدين الولد بتحركهم، بتمسك اجرين وبتحركهم، ممكن يكون في حركات خاطئه من هيدي ننهي الامهات عنها؟ هلا هي اذا هدفهم يطولوا الجسم اكيد ما لها علاقه نهائيا، هي لها دور بالوراثه، هي بس فقط تكون حركه يمكن. هلا اذا هي حركه انه عم تمطمط الولد هيك من نوع المداعبه او شيء يعني ما في مشكله، اما والله انه بيطولوا الولد عن طريق الحركه اكيد ما أنا نظام. هلا اذا بدنا ايضا نجي على موضوع الاطفال، باي عمر لازم الام تدخل طفلها على الرياضه؟ دائما بنلاحظ بعمر السنتين او الثلاثه في اغلب النوادي اللي بتستقبل الاطفال بيقولوا لك انه لا نحن بننطر للخمس سنين، فهيدا الشيء انه
صحي او نحن لازم نلعب الولد قبل؟ هلا عندنا والله عم ببلشوا من الخمس سنين، بس هو طبيا انه من التسع سنين ونص تماما كرقم، يعني انه فينه بقل الولد يقوم باعمار رياضيه كثير كويسه. وفي بدي انصح نصيحه لل ما عندهم طول، كونه جبتوا سيره الطول، في شغله كثير حلوه، فيتامين د مسؤول عن نمو الطولي للعظم. هذا الفيتامين موجود بنسبه عاليه بالملفوف، تحديدا بالورق الخارجي. فاللي حاسس حاله انه راح يوصل لل 18 لحد 22 بطول الانسان، قبل هالعمر هيدا حاس حاله قصير لمده 6 شهور كل يوم ياكل ورقه. يعني مثل ما بيقولوا ما راح تضرنا، بس اثبتت فعاليتها. بالاضافه يمكن لحتى انه يعملوا شد للعضله من خلال تمرين تعليق معين، هي التعليق خشبه او شيء. هلا هي بتريح بتبعد الفقرات عن بعضها، هيدي كثير شغله مهمه، اما انه في اثبات علمي والله بتطول، ما في اثبات علمي. هلا قبل ما اختم معك بدي نصيحه اخيره منك، واثر انقطاع عن الرياضه بعد ممارستها لفتره طويله شو هو؟ هلا اول شيء نصيحه، بنصح كل الناس تلعب رياضه لو الحد الادنى من بين العشر دقائق للثلث ساعه، بيرتاحوا من 90% من الامراض. هيدا بالحد الادنى لو ان مشوا مشي او قاموا بحركات رياضيه بالبيت. بالنسبه للاكل بنصحهم اذا ما عندي المجهود الرياضي يبعدوا عن المقالي قدر الامكان، لان الزيت لما بتطلع حرارته بتتغير خواصه فبصير مؤذي كثير كثير كثير. بالنسبة للكان يلعب رياضة وقطع الرياضة بده يصير فيه مثل اللي ما له رياضي خمول، بده يبلش جسمه يخزن طاقة، يصير معه شيء اسمه في أثر سلبي يمكن زيادة؟ حسب رياضته القديمة، إذا كانت عنيفة كتير أكيد رح يكون فيه أثر سلبي، لأن بيكون جسمه متعود على صرف طاقة كبيرة وفجأة ما عاد يصرفها لهالطاقة وضل نفس الأكل، فبتكون السرعة بالمشاكل اللي بتبين عليك أمراض. نحن بدنا نشكر وجودك معنا المدرب كاظم حميشي وكل المعلومات طبعا المفيده اللي اعطيتنا اياها، شكرا لك. يسعد صباحك. الله يخليك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، نورت صباح اوقاريت. الله يخليك. يسعد صباحك.